بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن استمريت بما أنت عليه الآن، أي إن استمريت بالنوفاب، استمريت بالرياضة، فسيأتي اليوم الذي تحصل فيه على واحدة مرضية تحبها أو تحبك، ستقع هي في حبك وأنت ستبحث تحبها حبا جما. هذا هو ما يفترض، كما قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ذكر ذلك أيضا في آية أخرى. لماذا قال أن يعني هذا اليوم الذي يفر المرء من صاحبته؟ لأن الصاحبة محبوبة، صاحبة محبوبة، فلهول ذلك اليوم يفر منها. أما ما يحدث اليوم أنه في على قيد الحياة يفر منها، فهذا ليس حب، ليس زواج ناجح أو غير ناجح، هذا زواج على الورق فقط. كل من مستحمل الثاني من أجل الأولاد أو من أجل خوف من رجل يكون خائف من المحاكم أو خائف أن يضربون أخوانها أو خائف يعني دليل جبان، فيعيش مقيد. لكن أنا أعطيك وعد آخر، ألا وهو أن أنت استمريت في النوفاب ستكون على عقلية ذات صواب، ستكون شخص متجاوز شهواته الذاتية، متجاوز إدماناته، تجاوز أكبر عقبة ممكن تواجه أي أحد، شخص استثنائي ومع تزويدك لنفسك بكل ما هو مفيد، فمع الوقت ستصل إلى من تحبها وتحبك. هذا وعد. السلام عليكم. ستصل إلى واحدة تحبها وتحبك، تكون بينك وبينها مودة، ليس فقط حب، مودة. يعني ليس بينك يعني المودة الله أعلم يعني، لكن اللي أعرف أن لها تعلق قلبي ورحمة. المقصد أن أنت إن استمريت بالنوفاب، لعبت رياضة، ضبطت أمورك المالية قدر المستطاع، كنت ذكيا ولماحا، وتعرف كيف تعجب البنات، فإنك أنت ستتزوج، ستنتهي إلى امرأة تحبها وتحبك، ستودع الفاب والبي ام او إلى الأبد من غير رجعة. فقط شاهد كيف تتطور شخصيتك بسبب النوفاب. هذا اللي فترة بسيطة، ما بالك بعد سنة، بعد سنتين. شاهد شكلك كيف مظهرك يتغير، جسدك يتغير، نفسيتك، إقبالك، شجاعتك، أمورك المالية، أمورك الاجتماعية، النفسية. بالتالي جرأتك، مهاراتك الاجتماعية، وذهاب الأمراض من جسدك، استقرارك النفسي، كل هذا سيقود إلى أن تنتهي إلى الزواج من واحدة تحبها.
وليته شعري. بإمكانك أن أنت تغوص إلى ماضيك، شاهد كيف كانت هناك إعجابات موجهة منهن إليك، كل واحد منه كانت هناك، إلا عاد كانك ما يفهم نهائيا، إلا أن كانك مخه كلش ما يفهم ولا أي إشارة من أي بنت، فستجد أن هناك إشارات كثيرة، ستجد أن أنت من الممكن، ليس من الممكن، كانت لديك فرص وما زالت وأكثر الآن، ما زالت لديك فرص تعجبك وتعجبها. استمر بالنفاب لأن النفاب يستحق، وبالله التوفيق.